موعد إخباري جديد، أهلا بكم. بداية وعلى إثر حادث الانفجار الأليم الذي تسبب فيه تسرب للغاز الطبيعي بأحد المساكن بحي 5 جويلية بولاية برج بوعرريج أمس، تقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة لعائلات الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. حصيلة هذا الحادث الأليم ارتفعت صبيحة اليوم إلى 10 وفيات و17 جريحا، وذلك بعد انتشال ضحية أخرى كانت تحت الأنقاض. ولأن الانفجار تسبب في انهيار البناية، تواصل مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع الفاعلين المحليين عملية البحث، فيما تم فتح تحقيق معمق وتنصيب خلية أزمة للتكفل بالجرحى وكذا ساكنة المنازل المجاورة. على إثر عملية التمشيط النوعية التي قامت بها مفارز للجيش الوطني الشعبي بغابة واد الدوار قرب بلدية بني زيد دائرة القلب ولاية سكيكدا بالناحية العسكرية 5 يوم 16 مارس 2022، والتي تم فيها إلقاء القبض على 7 إرهابيين والعثور على جثة إرهابي آخر كان قد أصيب بجروح في العملية الأخيرة ليوم 19 فبراير الفارط، كما تم فيها استرجاع 8 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وكميات معتبرة من الذخيرة وأغراض أخرى. أدلى الإرهابيون الذين ألقي القبض عليهم في هذه العملية باعترافات حصرية تضمنت تفاصيل حول نشاطاتهم وأعمالهم الإجرامية منذ التحاقهم بالجماعات الإرهابية إلى غاية يوم توقيفهم. لاوي محمد اسم تاعته تبلاوي محمد المكنى الزقاوي أبو عبيدة تحقت 29 مارس 2008 تاريخ زياد 9 مارس 1981، تزدربت عند شيف خرباش اسمه أبو أسامة خدم وسيلة ماسورة تاعها وخدمنا على الرجيل تاعها تي جي 43 طلقة حتى 50 طلقة. بعد مورا بدأت تزير الحالة تزير الحالة دين نقصو قدها 15 فرد. حكمنا ذاك الغار لقيناه مليح برك ضيق، حنا كنا في 8 كنا في 7 واحد مجروح، قلنا حرنا حنا كيفاش ندفنو داخل الكازما تخاف يريحنا تخاف حاجة ما يبانش الضيق، قلنا نخرجوا ومن بعد شاورنا قلنا نزيدوا شويه العسكر مبوكلي خرج يدي اليسرى، قلت له هيك السلاح ما عندي السلاح وما عنديش قنبله، سخرش يدي ضيقه شويه خرجت هكذا على نسحب على ظهري. هذا وتتابعنا عقب موجز الثالثة تسجيل الكامل لاعترافات الإرهابي الموقوف باللاوي محمد المدعو زرقاوي أبو عبيدة الذي يدلي باعترافاته حول أعماله الإجرامية منذ التحاقه بالجماعات الإرهابية، على أن يتم بث اعترافات الإرهابيين الآخرين في المواعيد اللاحقة. إلى نفحات الشهر الفضيل، حيث نقف في النشرة عند سراج الأمة الإسلامية المنير كتاب الله القرآن الكريم، يتشرف بحفظه وتلاوته وتجويده حفظة مثابرون يتنافسون في مسابقة الشيخ أحمد سحنون بالعاصمة. مالك زاجولي. الصالحات إلى الظلمات إلى النور. حفظت القرآن لحث والدي على ذلك. القرآن هو منهج الحياة، يعني لو كان ما يكونش قرآن في حياتهم يكونوا يعني راح يضيعوا. هي رسالة من أحباب الله من حفظة القرآن للظفر بخير المناهج في العلم والتربية وخير زاد عبر الأزمان في مسابقة الشيخ أحمد سحنون، وعملا بتعاليم خير الآنام في هذه الطبعة وفي هذا الشهر الفضيل منذ 16 عام. أفضل ما يتلى وما يقال وخير ما ينفق فيه المال قراءة القرآن عند الناس، كذا روى أئمة القياس. والحمد لله الآن راهي في الدورة 16. عدد المسجلين في هذه المسابقة لهذه السنة يفوق 400 متسابق، والمسابقة لها فرعان، فرع الحفظ وفرع التجويد. الحفظ في كل القرآن ونصف القرآن وربع القرآن، والتجويد طبعا يهتم بالأحكام وبالصوت. هي التصفيات الأولى على أن يكرم الفائزون في ليلة 27 من رمضان، فما تقييم لجنة التحكيم في هذا الدور؟
تلقى يعني أمك وابنتك تشارك، يعني كأنه يعني صغيرات يعني يحفزوا أنه إن شاء الله مستقبل جميل ومشرق بحول أبناء الجيل الصاعد. اعتناء بكتاب الله عز وجل له دور كبير وله اهتمام واسع لدى شبابنا ولدى فتياننا وبناتنا جيل المستقبل، حتى يستقيم الحال وينتج لنا من وراء هذا المجتمع الفاضل. بالوسطية والاعتدال والحرص على تحفيظ القرآن يكون الدين الإسلامي في هذا البلد في أمان. وهذا الآن ذكر حكيم بصوت أطفال، وإن فقدوا البصر فإنهم ببصيرتهم يتميزون في تمثيل مدينة العلم والعلماء قسنطينة. ليندا شعبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هكذا تبدع البراءة حين تفقد البصر وتتبع نور بصيرتها لترتبط بحبل الله جل علاه فتحفظ ما تيسر من القرآن الكريم في حفل ديني للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. نشارك في قطاعنا في هذا الشهر بهذه البرامج الخاصة الدينية، وإن شاء الله ستكون عملية متواصلة وتشجيع جميع الفئات المتكفل بهم. حافظة الحزب، أنا صائم وربي يتقبل لي حفظ القرآن إن شاء الله وبأحكامه. حافظة صوت مريم، القلم والملك والرحمن وصوت الكهف. تكفل خاص تحظى به هذه الفئة خصوصا في الشهر الكريم لإثبات قدراتهم وكفاءاتهم المتكاملة. نحن واقفون مع هذه الفئة من أجل تفعيل هذه الفئة والرقي بها. وفي ختام الشهر الفضيل سيتم توزيع جوائز على الفائزين من أصحاب الهمم والعزائم. وفي الشهر الكريم نروي في النشرة تاريخ ثالث أقدم بيت لله في الجزائر، مسجد نضروم المرابطي العتيق شاهد على حقب تاريخية، شمعة منيرة في تاريخ مجد تلمسان، وبعد إسلامي ضارب في عمق حضارات مرت على الجزائر. أبو بكر منصوري. يعتبر الجامع الكبير لمدينة نضروما بتلمسان ثالث أقدم مسجد بالجزائر منذ عشرة قرون، وتذكر الدراسات التاريخية أن الأمير المرابطي ابن تاشفين هو مؤسسه الحقيقي، وهذا سنة 474 للهجرة الموافق ل 1081 للميلاد. نعلم بأن هذا المسجد هو أثري وتاريخي، له من الأبواب الأربعة شمالي جنوبي شرقي وغربي، يحتوي على صحن، هذا الصحن كما تعلمون وضع لبيت الوضوء أو ما يسمى للوضوء، وكذلك في خارجه نجد ما يسمى بالحمام الباري العتيق الذي هو مجاور له، بنيت مئذنته كذلك بعده وهي مئذنة تناوب عنها المرابطون كل وحسب رسمته ورشمته الموجودة وكما تعلمون ذلك. الجامع العتيق شموع منيرة على طريق المجد، تجسدت فيه الرمزية العميقة والشموخ المعبر عن قيم الوفاء، الوفاء للمكان وللزمان. على كل حال احنا ملين عقلوا على روحنا، كانوا جدودنا يصليوا وكانوا والدينا يصليوا هنا، وإحنا ملين عقلوا على روحنا احنا نصليوا هنا من الصغر، احنا نصليوا هنا. إذن هو معلم يؤرخ لأهم الفترات الزمنية التي مر بها التاريخ الجزائري، كما يعد شاهدا حيا إلى يومنا هذا عن البعد الإسلامي لهذا البلد الغني بتراثه وتاريخه الأصيل. بعد غلق استثنائي فرضت
الجائحة ها هي مجالس الزهراء بالزاوية البلقيدية الهبرية تتعطر بروحانيات القرآن الحكيم والسيرة النبوية ومناقب أهل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي وخلال مشاركته في ندوة المجالس نوه بالدور الهام الذي تقوم به المساجد خلال الشهر المبارك من خلال حلقات الذكر والفكر، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية. هذه مساجد الجزائر العامرة بالقرآن الكريم، بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، بصلاة التراويح، يؤم مساجدنا من آمن بالله واليوم الآخر. مساجدنا عامرة أيضا بحلقات الذكر وجلسات الفكر، الدروس بعد التخفيف الذي شهدته كل الجزائر، تخفيف بروتوكول صحي بحمد الله سبحانه وتعالى مع الحذر الذي دعونا إليه. ونقول بوجه مختصر إن هذه المجالس المباركة، مجالس الزهراء التي تعقدها الزاوية البلقائدية الهبرية في وهران على العموم، قد حلت في هذا اليوم المبارك بالجزائر العاصمة لتكون إن شاء الله تعالى ضيفة عزيزة على أهل الجزائر المحروسة، ويشيع منها إن شاء الله نور ساداتنا أهل البيت وسادتنا الصحابة الكرام، وهو المقصد العام من عقد هذه المجالس. تنمويا وضمن مساعي مضاعفة الإنتاج الفلاحي وتنويعه وللحد من المضاربة في الأسعار، استفاد المحيط الفلاحي بالمنيعة من مشاريع هامة في إطار الدعم والمرافقة، حيث تم ربط ما يربو عن 400 مستثمرة فلاحية بالكهرباء الفلاحية. خالد بن جرينا. في خطوة من شأنها الحد من الخسائر والرفع من قدرة الإنتاج وتشجيع الاستثمار الفلاحي، تم بولاية المنيعة ربط مستثمرات فلاحية بالكهرباء، والتي كانت أحد أهم انشغالات ومطالب فلاحي المنطقة، منهيا بذلك معاناة طويلة طالما أرقتهم وأثقلت كاهلهم. كنا نعانوا في شحال سنة من المازوت والجروبات هذه تاع تريسيتي، والحمد لله اليوم نهار طلع علينا نهار جديد. الحمد لله يا ربي كي جاتنا تريسيتي. كي جاتنا تريسيتي إن شاء الله الانطلاقة الأولى ب 140 قطار حبوب. عندنا الأغنام، عندنا الحمد لله كل خير، لكن إن شاء الله هذا ورانا شفنا النور. اليوم شفنا النور، اليوم ما نكذبش عليك كأنه مولود تولد عندنا جديد. وكشريحة أولية تم التكفل بأزيد من 396 مستثمرة فلاحية تشمل كل الزراعات الاستراتيجية والمهمة في قطاع الفلاحة. العملية متواصلة هذه كشريحة أولى، فيها 396 مستثمرة اللي تمس إن شاء الله أكثر من 400 كيلومتر طولي، وكذلك عندنا مرحلة ثانية كذلك راح نتكفل بمستثمرات أخرى يعني للاحتياجات تاعنا اللي تفوق 1700 كيلومتر طولي، اللي تمس 750 مستثمرة فلاحية تشمل كل الزراعات الاستراتيجية والمهمة في الميدان الفلاحي. في انتظار استكمال التغطية الشاملة لإنهاء معاناة الفلاحين، يبقى خيار ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء أحد أهم الخيارات الاستراتيجية الداعمة لزيادة الإنتاج الوطني في المجال الفلاحي. وفي إطار تثمين النفاية القابلة للرسكلة، أطلق أمس من البليدة مشروع تحسين الخدمة العمومية في مجال تسيير القمم المنزلية من خلال توفير حاويات بسعة تزيد عن 700 لتر على مستوى الأحياء النموذجية والشوارع الرئيسية والساحات العمومية. وهبة هو. إعطاء الدولة الأهمية للاستثمار الصناعي لم ينسيها الالتزام الكلي بقواعد الحفاظ على البيئة، وهذا كله من الداخل في إطار حماية البيئة، حتى يكون حتى تكون مياه تاعنا ما تترمش في الطبيعة، نصفيوها باش نحافظوا شويه على البيئة، يعني كما يقولوا هذه البيئة نسالوا فيها كامل، هذه البيئة هذه راح نخليوها ورث لاولادنا ولاولاد ولادنا. افضل طريقة من أجل المحافظة على المراكز التقنية والمحافظة على البيئة هي عن طريق استرجاع وتثمين النفايات اللي تم عبر عدة طرق، يا إما مباشرة في لي سونتر دونفيسمون تكنيك اللي هي مراكز الردم التقني، إما عن طريق الطرق الحضارية وهي عن طريق مراكز الفرز كما عندنا مركز فرز في السمعة، وإما بالفرز والانتقاء المباشر في مراكز الفرز. ومن النقاط المهمة في الحفاظ على البيئة بالبليدة مركز الردم
التقني بابن مراد، عمل دؤوب على رسكلة النفايات وتثمينها ضمن استراتيجية الدولة. المؤسسة المصنفة التي استفادت من رفع العراقيل تطبيقا لتوجيهات وتعليمات السيد رئيس الجمهورية والذي دخل حيز التنفيذ، والذي نؤكد على نقطة مهمة بالإضافة إلى نشاطه المعتادة أنه يقوم برسكلة أو تدوير النفايات. التزام الصناعيين بمعايير المطابقة لحماية البيئة ووعي المواطن كفيل بضمان بيئة نظيفة ومحيط صحي وسليم. حفاظا على البيئة، دائما استفادت 8 بلديات من ولاية جيجل من خدمة شاحنات ضاغطة لجميع النفايات في إطار تعزيز حظائر البلديات بالعتاد اللازم لضمان نظافة المحيط. هذه المرحلة الثالثة باش نزود البلدية تاع الولاية بشاحنات كبيرة 10 أطنان لرفع القمامة. احنا عندنا برنامج باش نجهز على الأقل كل بلدية شاحنة من أجل تقديم خدمة عمومية ذات نوعية للمواطن في نظافة المحيط. دوليا، صدق أمس البرلمان الإسباني على لائحة تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتؤكد على قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن، منددة بالتغيير الأحادي الجانب وغير القانوني في موقف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بخصوص قضية الصحراء الغربية. وخلال جلسة مكثفة من المناقشات، انتقدت جميع المجموعات السياسية بشكل قوي الموقف الذي دافع عنه سانشيز، مؤكدة أن الإطار الوحيد الذي يمكن لإسبانيا الدفاع عنه هو الشرعية الدولية التي تدافع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصيب اليوم 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني في مواجهة غرب مدينة طول كرم، فيما شهدت مناطق متفرقة حملة اعتقالات ومواجهات شديدة. هذا وتستمر الاقتحامات الاستفزازية الصهيونية لباحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة منذ بداية الشهر الفضيل لمنع الفلسطينيين من بلوغ الأقصى لأداء الصلاة. في الرياضة، فاز المنتخب الوطني الجزائري للاعبين المحليين سهرة أمس أمام نظيره الطنغولي في لقاء ودي بهدف دون مقابل بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، وهذا في إطار التحضير للبطولة الإفريقية للأمم لكرة القدم الخاصة باللاعبين المحليين التي تحتضنها الجزائر شهر جانفيه من السنة المقبلة. وفي إطار تسوية رزنامة البطولة الوطنية المحترفة الأولى لحساب الجولة 21 لكرة القدم، يواجه اليوم فريق شبيبة الصورة فريق هلال شلغوم العيد، فيما يستقبل غدا السبت وفاق سطيف فريق مولودية وهران. وستكون هذه المقابلة منقولة على القناة 6 الشبابية بداية من 10 ليلا. هذا وتعادل أمس فريق شباب الوزداد خارج الديار أمام أولمبي المدية بدون أهداف. نختم بإبداعات من تراثنا المادي الأصيل، تحف يتألق في عرضها اعتبارا من ليلة أمس قرابة 40 حرفيا بقصر الثقافة مفدي زكريا. وداد زردومة. بمواد بسيطة يحرص هؤلاء الحرفيون والحرفيات على التفاني في إظهار هذا الموروث الثقافي بأبهى حلة، إنها الحرف التقليدية الزربية الغرداوية. هو في الحق معروف عالميا، بس كل يسمى الصنعة هذه موجودة في كل بيت، في كل بيت تلقي آلة نسيج وينسجوا الزربية. هذا مصنوع بالصوف الحرة. فوالا، كاين حوايج عصرية وكاين حوايج تقليدية. حبيت نقدم الدوما بالأزياء التقليدية اللي عندنا باش نبرز بها الهوية تاع التراث تاعنا، يعني نبريزونتي الهوية الجزائرية. هذا التراث تاعنا متوارث عندنا من الأجداد تاعنا، يعني منذ القدم، ولازم احنا نحافظوا عليه. لفن الخط العربي مكانة كبيرة لدى الخطاطين، خاصة أن هذا الفن له جذور تاريخية إسلامية تعبر عن هويتنا الدينية. فن الخط العربي يختلف عن باقي الفنون من خلال النصوص التي يحملها والمعاني
كل الفنون يمكن أن تكون فيها إيجابيا أو سلبيا، إلا فن الخط العربي لا يمكن إلا أن تكون إيجابيا، أن تكتب شيئا يعود على الناظر برد فعل إيجابي في المجتمع. ما شاء الله أنا نشوفه دي طابلو الله يبارك تاع فنانين كبار وفنانين راهم في طريق في نفس الطريق، ما شاء الله صافي فريمون بليزير اللي نشوفوا دي جون اللي مازالهم شايدين في الأصالة العربية في الخط العربي في لغة القرآن سورتو في هذا الشهر شهر القرآن. وتبقى الحرف التقليدية والخط العربي والزخرفة وجهة ثقافية وفنية تعكس ثراء وتنوع الثقافة الجزائرية ذات البعد الإسلامي. ختام النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.